هذا. وتنضم إلينا من غزة مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل. بعد التحية منى، وأنت معنا مباشرة، نعرض جديد الأحداث الآن وخاصة فيما يتعلق بقصف طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن متفرقة وبنى تحتية، أماكن مدنية في قطاع غزة. إذن ما الجديد لديك منى إلى الآن؟ تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. دعني بداية أقول بأنه يعني الليلة كانت ليلة صعبة جدا لجميع سكان قطاع غزة. كان هناك قصف مستمر جدا وعنيف إلى حد بعيد، تم استهداف عديد من المنازل، تم استهداف عديد من المساجد، عدد كبير من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة من كل مكان. عمليا يعني كانت ليلة من الممكن أن نقول بأنها كانت ملتهبة، وفي أوقات معينة يعني بداية هذا الفجر كان هناك تركيز بشكل كبير لاستهداف منازل المواطنين الفلسطينيين. أيضا كان هناك حزام ناري في منطقة الشجاعية مشابه ومطابق لما حدث يوم أمس ليلة أمس. عمليا الآن ما زلنا نشهد هذا القصف في المناطق الشرقية من قطاع غزة في منطقة شرق الشجاعية تحديدا. قبل دقائق فقط كان هناك استهداف في منطقة المقوسي، استهداف مباشر عبر طائرات الحربية الإسرائيلية. الآن هناك استهداف لمركز شرطة الشرقية شرق خان يونس، والحديث عن يعني لم يقع إصابات. عمليا يعني وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت اليوم بأنه الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 15 عائلة فلسطينية تم قصف منازلها على رؤوسها بدون إنذار مسبق، وبالتالي الأمر الذي أوقع عشرات الشهداء والإصابات. الإجمالي النهائي للحصيلة حتى اللحظة، وهي حصيلة ربما مر على الإعلان عنها ساعتين، وفي خلال ساعتين الكثير من الأحداث تغير الأرقام، لكن ننتظر تحديثا جديدا. آخر الأرقام تتحدث عن 436 مواطن شهيد، 436 شهيد في قطاع غزة، منهم 91 طفل و61 سيدة، وإصابة 2271 مواطن آخرين بجراح مختلفة، منهم 244 طفل و151 سيدة.